سعيد، شو هاللي في ايدك؟ وما باك تقول لي تعبان ونعسان وابا نشاط. صراحة صار في وايد دراسات عن المخاطر الصحية لمشروبات الطاقة، وبصراحة هي كارثة للأطفال والمراهقين. إضافة للكمية العالية من السكر، بعض هاي المشروبات فيها 400 ملي جرام من الكافيين، يعني بيعادلوا 4 فناجين قهوة. علماً بأنه التسمم بجرعة زايدة من الكافيين بيبدأ ب 1000 ملي جرام للبالغين. في دراسة أمريكية استمرت من 2010 ل 2013 على أشخاص بيشربوا مشروبات طاقة باستمرار. أصيب 57% منهم بأعراض قلبية و55% بأعراض عصبية. طيب شو البديل يا سعيد؟ أول وأسهل وأرخص بديل هو المي. هي المي أفضل وسيلة لتنشيط الجسم. الإكثار من شرب المي. وأنصحك يا سعيد لما تحس إنك تعبان، شو رأيك تجرب عصير الشمندر الأحمر؟ غني بالسكر وفيتامينات سي وبي 1 وبي 2 وبعد بوتاسيوم ومغنيسيوم وحديد. والنصيحة يا سعيد، إذا تعبان أو نعسان خذ استراحة أو نام. دوم هناك بدائل صحية وطبيعية، ليش ما نستخدمها؟ وعساكم دوم بصحة وسعادة.